بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الامتحان الشامل السابع من كتاب All in One. أول سؤال بيقول لي try not to get depressed after all what is the use of worrying. بقول حاول ألا تحبط، حاول ألا تشعر بالإحباط أو بخيبة الأمل أو بالاكتئاب بعد، على أي حال after all، يعني على أي حال، ما هي قيمة القلق؟ يعني إيه لازمة القلق لما تقلق يعني؟ بيقول لي الساينم بتاع كلمة depressed، تعال نشوف الاختيارات عشان ألفت انتباهك لحتة معينة. هابي سعيد، شير في المبتهج، جويفول يعني مبسوط او سعيد برضو او مستمتع يعني، ديس هيرتند دي الاجابه اللي معناها يعني خائب الامل او يشعر بالاحباط او محبط. السؤال بقى هو انا الكلمه دي اصلا مش موجوده عندي في المنهج، اعرفها منين؟ ركز كده وخلي بالك، انت لما تترجم الثلاث كلمات دول هتلاقي الثلاث كلمات دول معناهم ايجابي، وانت عايز كلمه بتساوي كلمه محبط او خائب الامل، فاكيد هي الكلمه الرابعه الغريبه اللي انت مش شايف مش عارفها. كلمة فيزيكال دي ليها معاني كتير، فيزيكال معناها فيزيائي أو فيزيقي يعني، ومعناها بدني. هنا في الجملة بيقول لي هي هيتس فيزيكال كونتاكت، هو بيكره التواصل، أكيد مش تواصل فيزيائي، التواصل البدني من أي نوع من أنواع التواصل، هو ما بيحبش حتى يسلم على الناس بإيديهم. عكس كلمة بدني، البدني النفسي اللي هي سايكولوجيكال، حتى يقول لك إن في حد مع الشخص ده المشكلة اللي عنده ليس مرضا بدنيا، المشكلة اللي عنده مرضا نفسيا اللي هي فيزيكال. خد بالك ان كلمه بادي دي بتساوي كلمه فيزيكال، معناها جسماني برضو، انفيرومنتال بي ونيتشرال طبيعي. اتس نون ذات بوليوتد اير از تو بيبلز هيلث، من المعروف ان تلوث الهواء او الهواء الملوث ده بيكون ايه لصحه الناس. يوسف المفيد، جود يعني جيد، ويوزلس يعني عديم الفائده، لكن هارمفول اللي معناها ضار، وبالتالي الهواء الملوث ضار لصحه البشر. هي سيد ذات ات اي ا بيزي داي، هو قال ان هو كان يوما مشغولا. لاحظ ان فعل القول زمن وماضي بسيط، فانت عايز برضه ماضي، از دي ما تنفعش والمستقبل ما تنفعش، واز هنا برضه ما تنفعش لانها مضارع فنقول ووز. مايكل الفبرج، دوك مايكل يعني، بلايز ذا بارت اوف تريتشرس ديوك هو هيز كينج اند كانتري. وفقا لاحداث القصه، من غير ما تكون عارف كلمه او معنى كلمه تريتشرس دي، انت هتختار يا سارافيف يعني يوفر او ينقذ، تريس يعني يتبع او يتبع يعني، بتري يخون، واوباي الديوك مايكل كان بيخون اخوه، عشان كده الاجابه هنا بتريس. ولكن كلمه اتريتشرس دي معناها لوحدها كده معناها خائن او غادر او غدار يعني، فهو عايز بقى الكلمه دي بتساوي كلمه بتريس. ماي جراند فاذر لوك ماتش يانجر ذان هيز ايج انتل هي هاد ستروك لاست يير. كلمه ستروك دي معناها ازمه دماغيه او سكته دماغيه، مرض يعني. بيقول لك ان جدي اعتاد ان يبدو، اعتاد ان يكون شكله جي شكله شابا يعني، الى ان اصيب بالمرض. يبقى المفروض نختار يوز 2. طيب ما يا مستر احنا ممكن نختار وود مكان يوز 2. انا بقول لك عود نفسك انك انت تختار يوزد 2 بتساوي وود دايما ما عدا في الحقائق والحالات. الاثنين دول ما ينفعش. انا هنا في الجمله دي بتقول لي ان هو كان شاب، كان صغير، كان كبير، كان لطيف، كان دي كلها كده ما ينفعش نستخدم فيها وود، نستخدم يوز 2 فقط. It's important for teachers English to students to speak. من الضروري، من المهم، من المعلم اللغة الإنجليزية إنهم يعملوا إيه في أولادهم، إنه في طلابهم إنهم يتكلموا. تعال نشوف. Encourage يشجع، وأكيد المعلم يجب أن يشجع طلابه. Blame يعني يلوم. Admit يعترف. Mislead دي معناها يضلل، بتساوي كلمة misguide. وعايزك تعرف عشان موضوع الترجمة بس كده الحتة اللي هقول لك عليها دي. ركز معايا في التحليل ده. كلمة guide معناها يعني يرشد. الكلمة دي معناها يرشد، عكسها بقى miss جايد يعني يضلل، ومنها التضليل نفسه بقى اسمه مس جاي دانس. مس جاي دانس ده اللي هو التضليل نفسه. طب كلمه ليد يعني يؤدي الى او يقود برضو، عكسها بقى هو اللي فيه مشكله. لما نقول مس ليد كده اصبح معناها يضلل، زيها زي مس جايد، وبرضو بقى الاسم منها اسمه مس ليدنج. فلما نقول بقى مس ليدنج يوث يعني تضليل الشباب. هنا في جملتنا رقم 8، if you regularly water tree، لو انت بتروي الشجره بانتظام فهي طبيعي انها تتحسن، فعشان كده جروز. وهنا بقى في مشكله عايزك تعرفها عشان نحل صراعها ونخلص منه. لما انا اقول لك if you water this tree، هنا في الحاله دي الناحيه الثانيه هقول لك it will grow. هتقول لي يا مستر مش المفروض ان الشجره دي حقائق؟ هقول لك ما دام قال لك this، ما دام استخدمنا كلمه من كلمات التخصيص اللي هي زس وزات وزيز وزوز، اعرف ان دي كده مش حقيقه، دي حاله اولى عاديه جدا، مضارع بسيط، الناحيه الثانيه مستقبل. لكن لو قال لك اف يو ووتر تريز مثلا الاشجار،
الطبيعي انك انت عارف ان هما زي يجروا بينمو بيكبروا. يبقى الجمله الاولانيه دي الفرق بينها وبين الثانيه ان هنا في تخصيص، بيقول لك الشجره اللي في ايدي دي، فعشان كده احنا خدناها على انها حقيقه حاله اولى. نفس القصه برضو لو انا قلت لك مثلا اف يو هيت ميتالز، لو انت سخنت المعادن زي اكسباند، لكن لو انت قلت لي اف يو هيت ذس بيس اوف ميتال، هنا كده الناحيه الثانيه يقول لك ات ويل اكسباند، بالرغم اني بتكلم على المعادن بس انا قلت لك اتول لان ده تخصيص باستخدام كلمه زس. ركز في الفكره دي كويس. The heavy rain forced me at home last weekend. المطر الكثيف اجبرني ان ابقى بالمنزل. انت عارف ان force مفعول to والمصدر يبقى to stay. I want to know opened the door. Mona did. انا عايز اعرف فتح الباب، فقال لك منى والله اللي عملت كده. يبقى انت بتسالني عن الشخص، يبقى هو opened the door. انا عايز اعرف من فتح الباب. Many countries suffer from so they need to water or to use water more wisely. لازم يستخدموا المياه بحكمه، اصل معظم الدول بتعاني من ازمه من droughts اللي هي الجفاف. طبعا hurricanes اللي هي الاعاصير، ودروت دي اللي معناها تيار هواء لما نقفل الشباك عشان الدروت يعني، وستورم عاصفه. It was a period produced a true flourishing of arts. هي الفتره التي انتجت حالة من الازدهار الكبير في مجال الفنون. انت عارف ان بعد كلمة بيريود بناخد ويتش، ده رقم واحد، انت حافظ دي. وعايزك تعرف برضو ليه احنا بنقول هي الفترة التي، الذي واللاتي دول هم ويتش. لكن لو انت عايز تقول عندما هناخد وين، دي اللي معناها عندما. يحيى حقي's first short story was in 1925. اول قصة ليحيى حقي من القصص القصيرة نشرت، نشرت بيها مستر، يبقى حاجة من الاثنين. اما ان استخدم كلمة كيم اوت او اني استخدم بدلا منها ووز بابليشد. ولاحظ ان الراجل هنا في الجملة بتاعتك مدي لك ووز، فهتختار له بابليشد على طول. بريفيل يعني يعم او ينتشر، استابليش يعني يرسخ، واكسبلين يعني يشرح. ذا ريتر نيفر وينت تو سكول، الكاتب ده عمره ما راح المدرسة. وبعدين مديني سيمي كولون، انستيد هي ات هوم، بدلا من ذلك يعني هو تعلم في البيت. تعلم دي يبقى انا عايز حاجة من اللي هقول لك عليهم دول، وعايزك تحفظهم عشان السؤال ده بيتكرر كتير. ان اقول لك ليرند او ان اقول لك ووز educated يعني علم، او اقول لك ووز instructed يعني علم برضو. طيب واحدة اتنين تلاتة اربعة، لسه واحدة اللي هي ووز taught. يبقى انت كده عايز تقول لي هو تعلم يبقى learned، او علم ما هو تعلم في المنزل يعني علم في المنزل يعني درس اليه في المنزل. فlearned was educated was instructed was taught كلهم بيساووا بعض. طب ما في learned هنا، لا ووز learned دي ما بنستخدمهاش غير لما نجيب مثلا لك English was learned، الإنجليزية تعلمت تم تعلمها. في 15 بيقول فريتز prepared a يعني جهز أو رتب إيه؟ in which Rosendell would ask Prince Flavia to marry him، واللي فيه إن شاء الله فلافيا رسم اللي هيطلب من فلافيا إنها تتزوج به. بيل ده اللي هو الجرس. بول دي معناها كرة ومعناها حفل راقص. بول ده اللي هو البول حمام السباحة. هيل دي معناها الفاتورة. طيب السؤال بقى، هو رسم فريتز رتب ايه عشان تطلب منه الزواج؟ ده وفقا للقصه كان حفل راقص اللي هي نمبر بي، نمبر بي اللي هي دي المفروض دي. طيب هنا برضو كلمه بريبيرد يا شباب كان ممكن نقول ارينجد، وكان ممكن نقولها مكانها ست، وكان ممكن نستخدم كلمه انجينيرد. ما انت عارف ان كلمه انجينير يعني مهندس، وانجينير يعني مرتب، فهنا تستخدمها برضو. زي جوت لوست اند ويشت زي امار. بص معايا في جمله وش يا جماعه، عشان انا في ناس كتير بتلطم على وشها من القاعده دي بالرغم ان هي قاعده لطيفه وسهله جدا. بص معايا، لما تقولي اي مثلا lost my computer، انا ضيعت الكمبيوتر بتاعي. اي وش اي نوت ات، يا ترى هنا هتقولي hadn't lost ولا didn't lose؟ ده واحده. يا ترى انت هتقولي had found ولا find؟ ركز معايا كده عشان الجمله دي عايزك تفهمها، ولو فهمتها هتحل مشاكل القاعده دي كلها. بيقول لي انا ضيعت الكمبيوتر بتاعي، يا ليتني ايه الان فقدته، ولا يا ليتني لم افقده في الماضي يعني، ولا لا افقده ولا لم افقده ولا ايه بالظبط؟ بتقول لي يا ليتني لم افقده. كلمه لم افقده زمانها ايه؟ زمانها ماضي. فتطلع انت تستخدم ماضي تام على طول فتاخد هادنت لوست. طب عشان نوضح اكتر، انت بتقول انا ضيعت الكمبيوتر بتاعي، يا ليتني وجدته ولا يا ليتني اجده؟ يا ليتني اجده، اجده زمانها ايه؟ زمانها مضارع، وما دامها مضارع نستخدم زمان ماضي، فهنا نستخدم فايند ولا هاد فاوند ولا فاوند؟ يا ليتني اجده، اجده مضارع، فانا عايز ماضي بسيط اللي هو فاوند.
طب هتقولي ليه ما ناخدش هاد فاوند يا مستر؟ مش كلمة لوس زمانها ماضي ومع الماضي باخد كده؟ لو انت حسبتها كده غلط. هترجم فعل اللي بتتمناه، الفعل اللي بتتمناه اللي هو كلمة يجد أو يفقد أو يلعب وهكذا. حاجة تانية مثلا، أنت بتقول مثلا علي is sad، علي حزين. I wish he not his mom، علي ده تاه من مامته وهو دلوقتي بيعيط، فأنت بتقول لي أنا أتمنى أنه يجد أمه. يا ترى هنا هنقول found his mom ولا had found his mom؟ انت بتقول لي علي حزين يا ليته يجد، ويجد دي زمانها مضارع نطلع بيها درجه نخليها ماضي بسيط يبقى فاوند. حلو، ما تقوليش بقى هنا از فناخد ماضي بسيط وما اعرفش. الموضوع مش كده خالص، الموضوع عايز ترجمه ونحدد الفعل اللي بيتمناه. طيب هنا بقى نرجع لموضوع جملتنا اللي احنا بنحل فيها. بيقول لي ان هم جوت لوست، هم فقدوا ضاعوا ضلوا طريقهم. بيقولوا يا ليتنا ايه اماب، يا ليتنا ايه اماب، يا ليتنا نمتلك ولا امتلكنا. تعال نترجم كده في الجمله ونشوف. بيقول يا ليتنا معنى يعني ترى نمتلك خريطة، الخريطة دي اللي هي ماب. اكتب لك الترجمة عشان تبقى الموضوع اسهل. بيقول ايه بقى؟ عشان احنا عايزين نعرف الفعل اللي بتحدد عليه الزمن. هم ضلوا طريقهم وتمنوا لو كان معهم خريطة، عشان تبقى ترجمة اللغة العربية فصحى. كان معهم دي زمانها ايه؟ زمانها ماضي. فلما اختارها استخدم ايه دلوقتي؟ ماضي تام، اللي هو مين؟ اللي هو هاد. الموضوع مش صعب. I'm writing to apply for the A of tour guide advertised in your newspaper. بقول لك انا بكتب لكم عشان اتقدم للوظيفه بتاعت المرشد. الوظيفه يعني جوب. طب ما لقيتش جوب، هتلاقي مكانها كلمه بوزيشن. بوزيشن دي يعناها جوب، بتساوي كلمه جوب. وبوزيشن برضو معناها موضع ومكانه، وبوزيشن برضو معناها مكانتك في المجتمع. ولما نقول تيك ذا بوزيشن يعني يعتقد. كل الكلام بيتكرر كتير. 18 بيقول لك not for murder، القتل يعني. The murderer اللي هو القاتل was sentenced to death، حكم عليه بالإعدام. يبقى أنت هتقولي بعد أن قبض على القاتل يعني هو اعترف ب أو هو تم حكم عليه بالإعدام. بعد أن قبض عليه يبقى having been arrested. خد بالك having been arrested معناها مبني للمجهول. لكن لو أنت قلت لي having arrested يعني بعد أن قبض على، لازم تجيب لي هنا بقى مين اتقبض عليه اللي هو المفعول. يبقى having arrested the killer أو the murderer اللي هي الثانية دي. تابلو ديت اللي هي معناها الصحف الشعبيه يعني الجرائد الشعبيه. ار جود اكزامبل اوف ميديا، هي نوع من انواع او مثال من الامثال الجيده لوسائل الاعلام اللي هي ماس ميديا. طبعا ماسيف يعني ضخم، ومين يعني اساسي او رئيسي، وماس اللي هي الكتله برضو كلمه ماس دي يعني كتله، وماس اللي هي الكتل. باي 2050، ركز في الجمله دي، 2050 دي مستقبل. وانت عارف ان احنا لما نستخدم باي ونجيب بعدها مستقبل يبقى ده لازم يكون مستقبل تام. حلو، طب لو احنا استخدمنا باي وبعدها زمن ماضي فده زمن ماضي تام، الكلام ده خلصان. وي هوب ذات اويل باي كلين انرجي. تعالى ركز معايا في ترجمه الجمله دي عشان ما تتلخبطش فيها. انت بتقول لي على 2050 احنا بنتمنى ان البترول يستبدل به. يستبدل ده مجهول ولا معلوم؟ لا مجهول. يبقى الاويل ده مفرد، فنقول ويل هاف بين ريبليسد نمبر بي. وهنا في فكره عايزك تعرفها، انك انت ممكن هنا تقول will have been replaced او will have replaced، بس هتقلب. يعني ايه؟ هتقول مثلا نفس الجمله by 2050 we hope that، وبعد that هنكتب دي كده energy not oil. انت بتقول لي ان البترول يحل محل الزيت او الطاقه تحل محل البترول، الطاقه تحل محل البترول. فبالتالي هتقول بقى energy will have replaced. انا عايزك تركز في حاجه، ان انت هنا كده في الجمله الاولانيه رقم 20 احنا قلنا ان البترول يستبدل بي وده مجهول، فعشان كده قلنا will have been replaced. لكن انت في الجمله الثانيه اللي كتبتها لك انا بايدي احنا بنقول الطاقه تحل محل البترول. بطريقه ثانيه، لو انت هتجيب الحاجه الحلوه اللي انت عايز تستخدمها تقول will have replaced الحاجه الوحشه دي عشان احنا نحذفها، او انك تجيب الحاجه الوحشه ونقول نستبدلها بكذا، يعني تشيلها من هنا وتحط مكانها كذا. يعني انت عايز تستبدل الكمبيوتر مثلا تحط مكان تحط الكمبيوتر بدل الليتر اللي هو الخطابات مثلا. فانت ممكن تقول باي 2050 وي هوب ذات، ايه الوحش اللي هنشيله؟ الخطابات. يبقى letters will have been replaced by computers، او انك تقول لي computers will have replaced letters. طيب اكتب عشان تفهم. 21
The government should do more to help A find a job. الحكومة لابد أن تبذل قصارى جهدها عشان تساعد مين إن هو يصل لوظيفة. Employed دي يعني unemployed دي معناها عاطل. طيب the employee اللي هو الموظف اللي شغال فعلا. Unemployed اللي هم العاطلين. وامبلوير اللي هو صاحب الشغلانه. طبعا الاجابه هنا هتكون ذا امبلويد، ذا ان امبلويد سوري. طب هتقول لي يا مستر طب ليه ما ناخدش ان امبلويد؟ عارف دي بالظبط زي مين؟ اقول لك انا زي مين. انك تقول لي مثلا وي شود هيلب نقط، يا ترى بور ولا ذا بور؟ واختها الجمله دي اختها بالظبط. انت لو فاهم ان كلمه بور معناها فقير، لكن ذا بور اللي هم الفقراء، ان كلمه بور دي صفه لكن ذا بور دي اسم، فتقول احنا يجب ان نساعد الفقراء يبقى ذا بور. وبالظبط زيها ما تساعدش ان امبلويد، ان امبلويد دي معناها صفه، صفه يعني للشخص. لكن انت قدامك حاجه من اثنين، انك تقول لي ان امبلويد بيبل الناس العاطلين، او تقول لي ذا ان امبلويد، واحده من الاثنين دول تنفع. كذلك هنا انت ممكن تقول لي وي شود هيلب ذا بور، او تقول لي بور بيبل نجيب بعدها اسم. فاحنا جملتنا هنا نختار مين يا ترى؟ ذا unemployed. وعلى فكره لو هنا في بيبل كنا خدنا unemployed people. It will be advisable to quit alcohol and smoking. من المنصوح به انصحك انك تبطل الكحوليات والتدخين. and في النص يبقى both. people who are willing to not a challenge، الناس اللي بيرحبوا بان هم يعملوا في التحديات دايما بيجدوا احلامهم، تحقق احلامهم بان هم ياخذوا التحديات. ياخذ دي اللي اسمها take on. تيك اون دي معناها يتولى شغلانه، يبدا عمل وهكذا. بس لما تقول تيك اون ا تشالنج كانك بتقول معناها يواجه التحديات. يبقى هنا كلمه تيك اون بمعنى فيس. It can take a time for students to get used to new system of education. بقول لك ان الموضوع ممكن ياخد وقت طويل، يبقى طويل اللي هي لونج حلو، بس لما يكون في صفه وراها اسم فناخد ا، يبقى ا لونج تايم اللي هي نمبر دي. طيب بعد كده the government have a to find to find انها تغرم يعني anyone who pollutes the river Nile. الحكومة ايه؟ انها تغرم الشخص اللي بيلوث النيل. اكيد تهدد threaten. prevent يعني يمنع. risk يعني يخاطر. endanger يعني يعرض للخطر. فانت بتقول ان الحكومة بتهدد انها تعاقب الشخص اللي بيلوث النيل. I believe that farmers be banned from using pesticides near waterways. انا اؤمن بان الفلاحين يجب ان يمنعوا من استخدام المضادات الاسمده ديت بجوار او بالقرب من المجاري المائيه. بدايه فارمرز دي جامع حلو، استبعد اللي ما ينفعش، خليك شاطر جامع. فالمفروض نقول هاف مش هاز، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ان كلمه شودنت معناها منفي، وانت بتقولي انا اعتقد ان الفلاحين يجب ان يمنعوا، فدي منفيه ودي منفيه، هنستبعدهم. باقي معاك مين يا عم؟ ماست. والمعنى بالعربي اصلا ما ياخدش غير ماست. ليه؟ انا اعتقد ان الفلاحين يجب ان يمنعوا من استخدام الاسمده. هتقول لي يا مستر مش الفلاحين دول الحكومه اللي اجبرتهم، فالمفروض نقول هاف تو. هقول لك ما تفتيش في الاجابات، حل السؤال وفقا للاجابات المتاحه، لانك انت لو عملت كده هتروح انت نازل على هاز تو زي الشاطر واخدها، وتبقى كده خيبه ومصيبه. انت عندك فارمرز جمع، الجمع ده عايز هاف تو، والراجل ما جابهاش في الاختيارات، فالاجابه هنا ماست. طيب اور نو هاوس ووز ديزايند كمبيوتر. المنزلنا الجديد تم تصميمه بواسطه الكمبيوتر. الجمله اصلا كانت المفروض كمبيوتر او ايه كمبيوتر يعني ديزايند اور نيو هاوس، يعني الكمبيوتر صمم بيتنا. ده معناها ان ات ووز ديزايند باي ا كمبيوتر او يوزنج ا كمبيوتر. ذات طبعا ذات، يبقى هنستبعد اف وهنستبعد از لونج از، واذروايز دي معناها والا، فما عادش معايا غير بروفايدد. والجمله اصبحت لو انت اتبعت النصيحه فانت ستؤدي بشكل جيد في الجامعه. The problem is that rarely that he rarely نادرا، هو نادرا ما يعمل ايه في المواعيد. المشكله يبقى هو دايما ما بي نادرا ما يعني يلحق الميعاد المحدد اللي اسمها ميت ديدلاين. انت عارف ان ميت زي ديدلاين معناها يقدم قبل الموعد ما ينتهي، فدي مشكله. عشان كده لك المشكله ان هو نادرا قلما يعني لا يقابل المواعيد، يعني يعمل حاجه قبل ميعاد محدد. طيب يعني كده رقم 30. visit you in summer if possible، لو ممكن يعني انا اتمنى ان ازورك. والله visit دي مصدر ممنوع، اكتبها لك كده ممنوع نستخدم اي تصريف اول بعد وش. ممنوع نستخدم اي تصريف اول بعد وش، ممنوع. فانت ما ينفعش انك تقول I wish that I visit، غلط. I wish to المصدر تنفع، لان غصب عنك to المصدر. I am wishing ما تقولش I am wishing، wish دي ما تجيش في المستمر.
اف اونلي ذات اي، اف اونلي دي اخت وش اصلا، فما ينفعش بعدها مضارع. اذا الاجابه اي وش تو، اتمنى ان. القصه وما فيها ان بعد وش لو ما فيش اسم ولا ضمير بناخد تو المصدر. القطعه بقى، فور سنشريز، لقرون طويله، people have tried to conquer nature، لطالما حاول الانسان ان يغزو او يتعدى على الطبيعه. they have built tall skyscrapers، بنوا بقى ناطحات سحاب عاليه طويله، and bridges، وكباري فوق الانهار. but not all these efforts are successful، لكن هذه الجهود لم تنجح، المباني لم تنجح. الكباري سقطت، and the buildings collapse، والمباني تنهار. even the pyramids in Egypt had problems، حتى يا جدعان الاهرامات في مصر بقى عندها مشاكل. and the first few fell down، the first few يعني القله الاولى اللي هي المباني يعني سقطت. people have built skyscrapers for years، بعد ما القله الاولى من المباني سقطت فالناس برضه بيحاولوا ان هو يبنوا ناطحات سحاب لسنوات عديده. it would seem safe، قد تبدو من الامن ان ندعي او نقول بانهم they now know how to do it، اصبح الانسان عارف او يعرف كيف يبني ناطحات سحاب دون ان تسقط. that is what a large company thought، ده اللي الشركه من الشركات العملاقه كانت فاكراه او فاهمه، يعني فهمت ان هي ممكن تبني ناطحات سحاب من غير ما تقع. when it built its new headquarters recently، but soon after the steel and the glass building was finished، يعني بعد ما بنوا مباني من الزجاج الخالص، المباني بدأت برضو تمام نفس القصة، الشبابيك بدأت تسقط على الأرض تتكسر، crashing all over the streets، والشوارع اتملت إزاز من الشبابيك. one windy night، وفي ليلة من الليالي اللي كان فيها عواصف، 65 شباك وقعوا في الشارع، and had to be replaced by plywood، ولازم يعملوها ببلايوود. بلايوود دي نوع من أنواع الخشب اسمه خشب رقائق الخشب، يعني نوع من الخشب. that's when people started calling the building the plywood بلس، يبقى البلايوود بلس ده مبني منين؟ من البلايوود الخشب يعني. This continued، واستمر ذلك for years، استمر ذلك لسنوات عديدة، while number of different solutions were tried، استمر ذلك اللي هو من ذلك اللي استمر وفضلنا نحاول نحله، السقوط، يبقى this عايدة على سقوط المباني. واستمرت الحلول في الظهور، and a lot of excuses were made، وكل شوية يعملوا اعذار، لا معلش الموضوع المرة دي المبنى وقع بسبب ان كان في مشكلة في الازاز، لا نعمل بلايوود، لا البلايوود ده وحش نستخدم كذا، كل شوية يعملوا excuses. lawyers for the construction company even said that it's normal for windows to fall out of skyscrapers، but they that everyone was being unfair and criticizing their building alone. بيقول لك ان القضاء المحامين بدا يقولوا ان يا جماعه طبيعي ان المباني تسقط، ايه المشكله يعني؟ ما هو الطبيعي لما يكون في كارثه طبيعيه بيقع الشباك وبيقع المنزل على بعض. في النهايه الناس اللي بيعملوا التحريات اكتشفوا ان الخطا كان في الهندسه، يبقى المباني دي تسقط ليه؟ بسبب خطا هندسي. the building's irregular shape caused it to sway too much، الاشكال الغير طبيعيه تلاقيه عامل لك مبنى عامل زي واحد بيرقص كده، فالاشكال الغير طبيعيه دي تسببت في ان المباني تفضل تهتز لحد ما تسقط في الرياح. the problem is solved، المشكله تم حلها الان، and the windows have stopped falling out، وبدات المباني تتوقف عن السقوط. but the building still has one unusual feature، لكن المباني برضو كل مبنى فيه حاجه كده غريبه مش مميزه عن المباني الثانيه. every day a guard examines it، كل يوم الحارس اللي واقف قدام العماره او السكاي سكريبر بيفحصها باستخدام المناظير، to make sure the windows are not starting to crack، عشان يتاكد ان الشبابيك سليمه ما فيهاش شروخات او كراكنج يعني تشققات. and the insurance company، وشركات التامين والمهندسين المدنيين والمعماريين يعني والبنائين، they are all in court suing each other، هم كلهم في المحاكم دلوقتي بيشتكوا من بعض او بيقاضوا بعضهم البعض. اول سؤال بقى في القطعه بيقول لك why is did the building get the name plywood، هو ليه سموا المباني ببلايوود؟ عشان هم شالوا زجاج وحطوا مكانه بلايوود، يبقى glass was replaced with plywood اللي نمبر سي. طيب who do you think caused the problem of the building، مين اللي في رايك سبب المشكله دي؟ الاركتكتس جبتها منين دي؟ ما قال لي هنا في القطعه هنا قال لك found a mistake in engineering، اكتشف خطا في الهندسه، والهندسه يبقى اركتكتس. what do the underlined word this refer to، كلمه this بتشير لمين؟ لو انت رجعت معايا بسرعه كده على الحته دي بقول لك وذلك استمر لسنوات عديده واستمرت الحلول في الظهور لعلاجه اللي هو مين؟ this اللي هو عايد على سقوط المباني، يبقى كده كلمة this بتشير falling windows لاستمرار سقوط الشبابيك اللي هي number A. find طلع كلمة من القطعة اللي بتديك نفس معنى break into pieces، يتحطم إلى أجزاء، replace يحل محل، collapse ينهار، يبقى هي دي كلمة collapse ينهار بتساوي كلمة break into pieces يعني يتحطم. the first few
fell down، القله القليله من الايه سقطت. احنا قلنا القله القليله من المباني سقطت، خد بالك اوعى تفتكر الاهرامات لان الاهرامات ما سقطتش. ولا ذا فيرست فيو، القله الاولى اللي ذكرناها في القطعه اللي هي مين؟ ذا بيلدينجز. بيبول كولد ذا بيلدينج ذا بلاي وود، ذا بلاي وود بالاس، ذا ويندوز هاد بيجان تو فول اوت. ولكن الناس بدأوا يسموا المباني باسم بلاي وود امتى؟ بعد ما الزجاج بدأ يتكسر، يبقى مفنول افتر. ار يوزد فور لوكينج ات ديستانت اوبجكتس، بنستخدمها عشان نبص على المسافات البعيده اللي هي البينكولرز اللي كانت في القطعه اللي الحراس بيستخدموها. العنوان المناسب للقطعه دي ايرن سكراي سكريبرز، يعني ناطحات السحاب الحديديه، ولا جلاس ناطحات السحاب الزجاجيه، ولا بلاي وود ناطحات السحاب الخشبيه، ولا ستيل اكيد البلاي وود. العنوان المناسب للقطعه دي هو البلاي وود، لان هو بيقول لك في الاول الزجاج ده كان بيتكسر وكل شويه اتكسر، ففكرنا في بلاي وود وبدا يحكي لك عنه طول القطعه. Everyone was unfair criticizing their building alone. عكس كلمة unfair، كلمة fair دي معناها عادل، عكسها بقى unfair يعني غير عادل. طيب يبقى unfair غير عادل، عكسها عادل اللي هي just. just دي بتساوي بالظبط كلمة fair اللي هي F-A-I-R. A central office where people control business is called، المكتب الأساسي اللي الناس بيتحكموا فيه في الأعمال بتاعتهم ده اسمه إيه؟ اسمه headquarters اللي هي رقم دي، وخد بالك إن هي دايماً بيجي في آخرها S. يا اما هيدكوارترز يا اما هيدكوارتر اوف اوفيس. طيب ندخل بعد الترجمه. تنظيم الوقت مهم جدا لانجاز الاعمال وتحقيق الاهداف زي ما بنعمل كل مره. الاجابه الصحيحه هي رقم سي اللي هي organizing your time is very important to achieve tasks and reach aim. بس قبل ما احل الباقي عايزك تفهم ان انت قلت لي هنا important to، فهتجيب بعدها المصدر and reach and المصدر، وبالتالي اول واحده دي achieve work and reaching من اولها كده غلط. ثانيا هو اسمه قال لك الاعمال ما قالكش ورك، ورك العمل، احنا المفروض نقول تاسكس مش ورك، وكان ممكن نقول جوبس، وبالتالي كده باظت. الحاجه الثانيه في الجمله اللي بعد كده رقم بي مانجنج اللي هي اداره الوقت، هو ما قالكش اداره قال لك تنظيم الوقت. طيب هتقول لي ما فيش فرق بين تنظيم واداره يا مستر، هقول لك طب كمل الجمله كده هتلاقي في الاخر تو اتشيف جوب، جوب يعني وظيفه، وما قاليش وظيفه قال لي عمل يعني مهمه او مهنه. تو مانج يور تايم از فيري امبورتانس، المفروض تبقى فيري امبورتانت لانك انت عايز تقول يكون مهما. تو اتشيف وركس دي ما تجمعش ابدا، يبقى دي برضه غلط، يبقى الاجابه كده رقم سي اللي صح. طيب حافظ على نظافه مبادئكم لان النظافه سلوك حضاري، نفس القصه برضه الاجابه هي رقم ايه. بس قبل ما احل برضه عايز اديك اللغز في الموضوع، كلمه يحافظ على اسمها كيب، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه كيب يور سيتي كلين، لانك جيب كيب وبعدين بعدها صفه كلين يعني نظيف، وبالتالي هنا دي باظت اللي هي رقم دي مثلا، دي بايظه ليه؟ لان كيب يور سيتي كلين بيكوز كلينس، لان النظافه از اسيفلايزد civilized behaviors، ازاي تاخد ايه مع behaviors ده ينفع، يبقى ديبوزيت. طب رقم سي تو كيب لكي تحافظ على يور سيتي كليننج، طبعا المفروض تبقى كلين. ثانيا ما ينفعش ناخد هنا تو خالص خالص خالص، لانك انت لو خدت تو فيبقى معناها لكي تحافظ على نظافه مدينتك، فتعملي كوما وتقول لي اديني نصيحه مثلا تقول لي تو كيب يور سيتي كلين كوما يو شود دو سو اند سو، يجب عليك ان تفعل كذا وكذا، فطبعا ما عملش كده فدي بايظه. رقم بي سيف يعني انقذ او وفر، فطبعا ما ينفعش. ثانيا كلينز دي المفروض انها صفه، ازاي جمعها؟ فدي باظت. طيب بعد كده، طب خد بالك ان كلمه كونداكت يعني سلوك زي بيهيفيور، يعني دي مش مشكله. طيب بعد كده رقم 43، الاجابه الصحيحه هي رقم ايه؟ يقوم النبات بتحويل الطاقه الشمسيه لكيميائيه، الاجابه منين؟ تشينج صن، بتحول الصن لكيميكال. خد بالك في اللي بعدها، لكن الكيميائيه لشمسيه يبقى كده عكس، فدي غلط. طب اللي بعدها وذلك يحرم من، مش عارف يحرم دي، هو قال لك اكسجين اند شوجر ار برودوس تنتج، مش يحرم، وهنا قال لك لا ينتج، يبقى كلهم غلط ما عدا الاولى. اللي بعد كده تطوير الذكاء الاصطناعي دي الاجابه بتاعتها الصحيحه هي رقم سي اللي هي ان تطوير الذكاء الاصطناعي صح. طب الباقيين غلط ليه؟ الاولانيه قال لك ذو اثر ضئيل، وهنا في الجمله قال لك ات ويل بي هول مارك اوف ذا 20 سنتري، اهي ده رقم واحد. هول مارك يعني ذات علامه فارقه او كبيره. الثانيه ان اغفال، والثالثه تدهور الذكاء الاصطناعي، ده كلهم غلط عشان كده رقم سي اللي صح. ايه من دول شود بي افويدد ان ايميل، ايه اللي المفروض نتجنبه في الايميلات؟ رونج ايميل ادرس، الايميل الخطا من اولها كده كل الباقي ده يغفر، لكن ده غلط. يعني انت عملت لي مثلا سبجكت لاين اللي هو السطر اللي فيه سبجكت، انت ممكن تبعت الايميل من غير عنوان ويبقى زي الفل، هو غلط فنيا. يعني انت ممكن تبعت لي ايميل مثلا وتسيب السبجكت فاضيه، او تكتب لي فيها اي حروف مالهاش لازمه، فانا يجي لي الايميل الاقيها مكتوبه بهبل كده، بس لما هقرا افهم. لكن ينفع تكتب ايميل غلط؟ لو انت كتبت الايميل غلط يبقى الايميل هيروح لحد غلط، يبقى كده الاجابه رقم ايه؟ Which is the following is correctly structured، ايه من دول تم عمل structure ليها صح، يعني تم عمل البناء اللغوي صح؟ I smelted quickly
when it is exported. طبعا exposed دي غلط، حقيقة علمية يا عم، فالمفروض تبقى مضارع مضارع. طب التاني ice melts quickly if or when it is exposed، يبقى رقم بي اللي صح، لان حقيقة علمية قبل مضارع بسيط ومضارع بسيط. طبعا ده مضارع مستمر ما ينفعش، وده مضارع مستمر ما ينفعش. وهنا عايز الفت انتباهك لحاجة هكتبها الاول، ركز في الجملة دي. الجملة اللي انا كتبتها قدامك دي بدأت بكلمة when اللي هي رابط، حلو. لو اي جملة بدأت برابط فاحنا في نص الجملة بنعمل كومة، عملنا الكومة هنا فدي صح. طب احنا هنا في الجملة دي انت قلت لي رقم بي اللي صح بالرغم ان ما فيهاش كومة، فخد بالك لازم الرابط في اول الجملة. لو الرابط في اول الجملة بنعمل في النص كومة، طب ما فيش رابط في اول الجملة يبقى ما فيش كومة، انتبه للحتة دي كويس. طيب بعد كده رقم 47، which sentence is correct؟ ايه من دول صح؟ he is taller than me، طبعا زين لا، في التولر زان. هي از تولر ذان ماين، لا برضه ماين دي ملكيه، انت عايز اطول مني، يبقى هي از تولر ذان اي ام، رقم سي اللي صح. وهنا برضه في حته عايز اكتبها لك كده ملحوظه سريعه، عايز اكتبها لك عشان دي مهمه جدا جدا جدا. لو انا عايز اقول لك انت اقصر مني فاقول لك يو ار شورتر ذان مي. ركز معايا ان انا خدت لك مي دي اللي هي اقصر من ني، دي اسمها ني اصلا كده في العربي. طيب الحاجه الثانيه او الطريقه الثانيه، نقول لك يو ار، ركز عشان دي مش موجوده في المنهج، شورتر ذان اي ام. طيب اصلك بالعربي تقول انت بتكون اقصر مما انا اكون، يعني هو دايما يا مستر هقول اي ام؟ لا مش دايما هتقول اي ام، ممكن اقول لك يو ايت، انت بتاكل مور ذان مي، انت بتاكل اكتر مني، او مور ذان اي دو. ليه خدنا هنا دو خدنا هنا ام؟ انا خدت هنا ام لان الجمله اصلا فيها فعل مساعد هو ار. طب الجمله الثانيه ما فيهاش فعل مساعد، فبنروح على ايت ياكل مضارع، فالمفروض المضارع ناخد له دو. طب ده معناها ان لو اقول لك يو سليبت، انت نمت مور ذان اي، هنا هقول يا ترى؟ والله انا عايز فعل مساعد، الجمله ما فيهاش فعل مساعد، سليبت زمانها ماضي، فانا هقول اي ديد. وكان ممكن برضو نقول مور ذان مي، يبقى مي دي ثابته في كله، مضارع ماضي في فعل مساعد مفيش فعل مساعد، كده كده ممكن اقول مي. طب لو الجمله فيها فعل مساعد هو فيرب تو بي، فناخد فيرب تو بي الناحيه دي. طب هنا في مفيش فعل مساعد وده مضارع، فناخد دو داز. طب لو كان ماضي فناخد ديد. الموضوع كده بسيط وسهل، ركز فيه. في جملتنا بقى تعالى نشوفها تاني، بقول لك هنا هي از تولر ذان اي ام، وبدل اي ام دي كان ممكن نقول زي ما اتفقنا تولر ذان مي، تبقى الاثنين صح وزي الفل. طيب طبعا خد بالك خد بالك الباقيين دول كلهم زن وكده حاجات غريبه. ار يوزد تو سيبريت شورت كلوز اوف كومباوند سنتنس، الجمله دي اجابتها قبل ما احلها انا عايز ارجع ورا شويه كده واوريك جمله في القطعه. الجمله ما طلعتش في القطعه، طلعت في جمله رقم 14 الاختياري، عايزك تبص عليها كده تقراها معايا عشان دي اجابه السؤال اللي هنحله دلوقتي في اسئله الرايتنج. The writer never went to school، وعمل لي هنا سيمي كولون، حلو؟ وبعدين قال لك instead he was taught at home. لاحظ ان احنا استخدمنا السيمي كولون دي عشان نربط مع بعضها جملتين اثنين او فقرتين اثنين، فقرتين قصار او جملتين مركبين، يعني لاحظ ان احنا بنستخدم السيمي كولون عشان نربط جملتين مع بعض بينهم اتصال. تعال نرجع بقى للسؤال بتاعنا. بيقول لك بقى ايه اللي ار يوزد تو سيبريت شورت كلوز اوف كومباوند سنتنسز، اللي بنستخدمها عشان نربط جملتين اثنين فقرتين اثنين قصار من الجمله المركبه؟ اكيد دول السيمي كولون. وخد بالك ان كلمه جمله مركبه يعني في النص فيها بط واند وكده. عايز كمان مثال، اكتب ورايا كده، لما تقول لي شي كيم هوم ليت، اكتب لك انا كمان شي كيم هوم ليت، هي روحت البيت متاخره. هير مام هير مام wasn't angry، بس مامتها ما كانتش زعلانه منها. المفروض في النص هنا عايزين كلمه بط، وطبعا قبل بط في كومه، مش موجود بط ولا كومه، فهنستخدم هنا سيمي كولون. السؤال احنا استخدمنا السيمي كولون عشان نربط جملتين اثنين بينهم وبين بعضهم علاقه او دي جمل مركبه، فاحنا بنستخدم السيمي كولون زي ما اتفقنا. واو طبعا دي من غير ما تفكر، واو دي من لفظه عايزه بعدها اكسكليميشن مارك. What is the correct title for a teacher؟ التيتشر اللي شغال، التيتشر او المدير بتوعك في مدرسه، انت اللقب المناسب ليهم ايه؟ مستر ومس ومز. طب ليه مش بروفيسور؟ انت تدخل على المدرس في الفصل تقول له بروفيسور عمر ولا تقول له يا مستر عمر؟ المدير تدخل تقول له يا مدير عمر ولا تقول له يا مستر عمر؟ وهكذا. يبقى احنا بنختار الاجابه رقم ايه عشان مستر ومس والحاجات دي هم اللي بنستخدمهم عشان ننادي بيهم الدكاتره الاساتذه والمدرسين اللي في المدرسه. خلصنا الامتحان ده كده، وهحل امتحان تاني النهارده برضو عشان يبقى في امتحانين النهارده مع بعض. حاول كل يوم تاخد لك واخده سريعه كده انجليزي، واخده فيزياء، خطفاتك السريعة كده، ما تركزش بس على العربي في الأيام دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.